ده اوفر فيشنج ده اكيد طبعا اللي هو ايه لما الهيومنز زي ما تقول ذا اوفر فيش، يعني بيصطادوا من السمك اكتر من اللزوم. وهنا انا مش قصدي اللي هو الصيد البسيط اللي بصناره وبتاع، لا انا قصدي الصيد اللي هو بتصطاد حبه كتير جدا، يعني ماسس كتير من السمك بالشبك بالنتس. وبالتالي انت ممكن توصل لمرحله ان في سام فيش ستوكس تبقى ثريتند بالاكستنكشن، مهدده بالانقراض. هتوصل لمرحله ان انت النمبر اوف فيش اللي بيوصلوا ماتيوريتي او بيكبروا اقل بكتير من اللي انت بتصطاده، يعني انت بتصطاد اكتر من ما بينتج سمك جديد. وده طبعا هيخلي فيه ايه؟ هيخلي فيه مشكله في ان احنا نحافظ على عدد السمك، ففي فصائل كتير من السمك تبقى endangered او يحصل لها ايه؟ extinction. خلاص؟ ده غير ان الاوفر فيشنج مش بس بيأثر على السمك، لا ده احنا هنا somehow ايه، تعالى نتكلم على الباراجراف ده. ساعات الاوفر فيشنج بيبوظ الانفايرمنت اكواتيك انفايرمنت بتاعت الميه. ان احنا لما بنيجي نصطاد الماسس بتاعت السمك الكبيره قوي دي، احنا somehow بنستخدم نتس، هيفي نتس، الشبك بيبقى تقيل من تحت بيقعد يبوظ حاجه اسمها الكورال ريفز، الشعاب المرجانيه اللي تعتبر هابيتاتس ومصدر اكل لالاف السبيشيز. وبالتالي دي مشاكل اوفر فيشنج. الاوفر فيشنج طبعا بتخلي فيه سبيشيز تبقى اندينجرد او يحصل لها ايه؟ اكستنكشن. وده بيهدد زي ما قلنا اعداد الاورجانيزمز وبيخلي الايكو سيستمز less stable. طيب في حاجه تانية بتخلي الايكو سيستمز less stable، حاجه اسمها introduction of foreign species to a habitat. ان انت تجيب سبيشيز جديده تدخلها هابيتات، ممكن الهيومنز هم اللي يعملوا كده او ممكن سبيشيز هاجرت من حته لحته تانية شايفه ان فرص ان هي تعيش فيها احسن. دي مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان الفود تشينز كده هتبقى ديسربتد. يعني ايه ديسربتد؟ يعني انت كان عندك فود تشينز وفود ويبس. فود ويب مثلا زي دي، فود ويب دي كانت في حالها، ربنا خلقها اللي هو ايه بالانسد، ده بياكل من ده بعدد معينه، ده بيتاكل من ده بعدد معينه، فكله محافظ على بعضه. ان انت تدخل حد جديد للمنظومه دي كلها هيعمل ديستربنس، هيبتدي بقى ياكل من حد، هيبتدي يتاكل من حد تاني، يبتدي يجيب ديزيز مرض معين، يبقى بريدتور لحد جوه ياكله، فده اكيد هيأثر على الاورجانيزمز وبالتالي عددهم هتقل وممكن سبيشيز تبقى اندينجر برضه يحصل لها اكستنشن. يبقى احنا هنا اتكلمنا على حاجتين بيعملوا ديستربنس للايكو سيستمز، بيأثروا على الاورجانيزمز في الايكو سيستمز. اول حاجه الاوفر هارفستنج، صح؟ ثاني حاجه introduction of foreign species to a habitat، ودي هتكلم عليها اكتر later في الشابتر ده. طيب تعالوا بقى نتكلم على قصه الكربون سايكل، نشوف ايه قصه الكربون سايكل دي. سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله. كربون سايكل دي يا جماعه كربون بيمشي في سايكل في الانفايرمنت. احنا عندنا كربون في اجسامنا احنا والانيمالز والبلانتس، في هيئه كربوهيدرات وبروتينز وفاتس والقصص اللي خدناها قبل كده. ساعات الكربون ممكن يبقى موجود في الانفايرمنت ان ذا فورم اوف كربون دايكسايد، صح؟ ممكن يبقى ان ذا فورم اوف كربون دايكسايد، ممكن يبقى الكربون موجود في السويل للديكومبوزرز في هيئه ديد بوديز او ويستس، ممكن يبقى الكربون موجود في الفوسيل فيولز في الفحم في الجاس في الاويل في القصص دي كلها، كل دي مصادر الكربون. تعال نشوف ازاي الكربون بيمشي في سايكل في الانفايرمنت. اتس فيري ايزي. بصوا نبتديها مثلا من هنا. بصوا معايا على الارو ده. كربون في البادي بتاع الانيمال تحول الى كربون دايكسيد في الهواء، اسمها ايه البروسيس اللي الانيمال بيطلع كربون دايكسيد للهواء؟ كده ريسبيريشن، سهل قوي. طيب بص على الارو ده برضو، ده برضو بلانت لما يطلع كربون دايكسيد للهواء ده برضو يعتبر اسمه ايه؟ ريسبيريشن. اي اورجانيزم بيطلع كربون دايكسيد للهواء ريسبيريشن. ساعات برضو بص معايا تحت كده، الكربون اللي موجود في الديد بوديز والفيسز واليورين والقصص دي، الديكومبوزرز بيستفيدوا منه ويحولوه لكربون دايكسيد في الهواء لما بيعملوا ديكي. ده ممكن تقول عليه برضو ريسبيريشن او ممكن تقول عليه برضو ديكي تحلل. بص اي حاجه طالعه من اورجانيزم انيمال بلانت سويل للهواء ده اسمه ريسبيريشن. طب بص الارو ده سهل برضو،
كربون دايكسيد اللي في الهواء لو دخل للبلانتس البروسيس دي اسمها ايه يا جماعه؟ البروسيس دي اسمها فوتو ايه سنتز. البلانت بياخد الايه كربون من الهواء عشان يعمل كربون عنده اللي هو جلوكوز، ده كده اسمه فوتو سنتسيس. ايه فوتو سنتسيس؟ فوتو سنتسيس عكس ريسبيريشن. طيب ساعات الكربون كومباوندز اللي في البلانتس، اهي بص النباتات دي كلها الحشائش دي كلها كربون اللي في البلانتس بيروح لانيمالز. القصه دي اسمها ايه يا جماعه؟ القصه دي اسمها فيدنج، صح؟ تاكل طبيعي. اي كربون في البلانتس يروح للانيمالز ده فيدنج، اي حاجه رايحه من نبات الحيوان تروح على طريق الاكل. طيب ساعات الانيمال اهو بينزل السويل والبلانتس بينزل السويل، كلنا بننزل السويل. ننزل السويل ليه؟ لما بيحصل ده بنموت. فلما الكربون اللي موجود في الانيمالز والبلانتس ينزل على السويل اسمها ايه البروسيس اللي بينتقل بيها الكربون من اجسام النباتات والحيوانات للسويل؟ ده اسمه ديث. بس الانيمال ساعات بينزل يورين وايه وفيسز للسويل، يعني ساعات بيبقى فيه كربون موجود في البوديز بتاعه الانيمالز بيروح للسويل ان ذا فورم اوف يورين او فيسز. ده طبعا اسمه اكسكريشن وايجيشن، لما طلع يورين ده اسمه اكسكريشن وفيسز ده ايجيشن. فانيمال او بلانت يا جماعه لو تحول الكربون اللي في البوديز بتاعتهم لسويل ده اسمه ديث، والانيمال زياده عليه غير الديث بيبقى فيه ايه اكسكريشن بيطلع اليورين والفيسز دي. خلاص طيب تخيلوا كده معايا الكربون بيبقى فيه كربون مدفون في السويل ما بيتحللش ما بيحصلش ديكي. العظم بقى بتاع الحيوانات وبعض الاجزاء من النباتات ما بتتحللش ما بيحصلش ديكي. دي بقى على مدار سنين طويله جدا بتتحول الى فوسيل فيولز زي ما احنا شايفين. ساعات الاجسام الميته اجزاء منها اللي ما بتتحللش بتتحول لفوسيل فيولز، كويل بقى وجاسولين وجاس والحاجات دي كلها تحول لفوسيل فيولز. فوسيل فيولز دي احنا بنستخرجها من بطن الارض ونحرقها عشان نطلع انرجي، فبتطلع كربون دايكسيد للهواء. في الحالة دي بروسيس دي اسمها ايه؟ بيرنينج او كومباستشن. اهم حاجة بس هنا في الكربون سايكل تعرف الاروز بتروح من فين لفين وتعرف اسم البروسيس. خلاص هي سهلة مفيهاش مشكلة خالص. طيب بالنسبة للووتر سايكل فهي ايفن اسهل، اسهل بكتير، عبيطة جدا. مية موجودة في البحر ولا في النهر ولا اي حاجة بتتحول تبقى ووتر فيبر في الهواء، ده اسمه ايه؟ ده اسمه طبعا ايفابوريشن، كلام فارغ. ساعات البلانتس بتطلع ووتر فيبر للهواء، ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه ترانسبيريشن، صح؟ لما البلانت بيطلع ووتر فيبر، الووتر فيبر اللي في الهواء ده ساعات بيتحول الى ووتر دروبلتس ان كلاودز، يعني كاني بحول جاس لليكويد. اسمها ايه البروسيس بنحول فيها جاس ليكويد يا جماعه؟ اسمها كوندنسيشن. لما نحول الفيبر الجاس اللي في الهواء لووتر دروبلتس ان ذا كلاودز، صح؟ الدنيا طبعا بتمطر، ده اسمه رين فول او بريسيبيتيشن، كلام فارغ طبعا واي كلام. رين فول او بريسيبيتيشن، الميه بقت موجوده فين؟ في الجراوند اهي في السويل. الميه دي ساعات ايه؟ تبقى موجوده في السويل بتنزل على اقرب مجرى مائي، ده كده اسمه سيبنج. اسمه ايه يا جماعه؟ سيبنج. الميه بتسيب انتو ايه؟ ponds and streams and rivers. خلاص بتسيب، فهي سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. هي بس اهم حاجه هنا يعني حاول تتفزلك يعني شويه عشان تصعب الدنيا، يعني اللي هو ايه قول precipitation ما تقولش رين فول، بس سهله ما فيهاش مشكله خالص. طيب تعالوا نخش بقى على the nitrogen cycle. nitrogen cycle طبعا هي اصعب واحده في الثلاثه دول، فيها حوارات بس كده شويه. بصوا معايا